بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. أتمنى تشتركون بالقناة لأنه هسه حاليا طلاب دا يتابعونا بالبث المباشر، وهواي طلاب حقيقة ما مشتركين بقناتنا على اليوتيوب. يعني إحنا هسه حاليا مضطرين أنه نفتح رابطين للجوجل ميت، هذا الرابط والرابط الثاني، على مود نقدر نوضح لكم المادة لأنه العدد كبير جدا. يعني بالنسبة للرسم هو نفس الرسم، ماكو فرق. بالنسبة للرسم هو نفس الرسم، وش ترسم هو صحيح، بس للتوضيح أنا دا أعيده أكثر من مرة للتوضيح، لأن هذا الرسم مهم جدا، هذا الرسم جدا مهم وهواي راح تحتاجونه، فخليكم وياي. راح أرجع أسوي مراجعة سريعة للمحاضرة السابقة. بالمحاضرة السابقة أخذنا هذا الرسم وقلنا هذا الرسم جدا جدا مهم. طبعا هنا عندنا هاي المنطقة اسمها الجلوتس، هاي المنطقة اسمها جلوتس. زين، جلوتس يعني فتحة المزمار اللي تكون داخل الفوكال فودز. راح يجيك سؤال يقول لك عرف لي الجلوتس، تقول له هي فتحة داخل الفوكال كوردز اللي يمر من خلالها الهواء، او يعني بالانجليزي it is a gap between the vocal cords or it is a space، فتحة او مجال بين الفوكال كوردز واللي راح يكون الحبال راح يمر بها الهواء، يسمونها فتحة المزمار. المزمار، لسان المزمار او فتحه المزمار بالضبط ما اعرف، بالاحياء ياخذونها. الفوكال فوتس او الفوكال كوردز، الحبال الصوتيه، هي عباره عن هذه، شوف ذن اثنين شريطين مثل الشريطين ذول الاثنين، هذول احنا نسميهم بالانجليزي فوكال فوتس او الفوكال كوردز، الحبال الصوتيه. هذول راح يتحكمون بالهواء، يا اما الهواء يكون اهتزازي او الصوت يكون غير اهتزازي، ما نسميه voiceless و voiced sound، اصوات مهموسة واصوات غير مهموسة. وهنا ايضا عندنا larynx، larynx هي الحنجرة، larynx هي المقصود بها عيني. يا علي هواي تكتب تعليقات انت، ترى يا علي اترك التعليقات وانت بهويا يا اخي العزيز، اي طالب راح يكتب تعليقات هواي راح يتم حضره من البث. هاي المادة مهمة، شو لك علاقة انت؟ اصلا هي هاي المادة مو فصل الاول، انت اللي قاعد تتفلسف، هذه اصلا مو فصل اول، هذه فصل ثاني يا علي، ركز وياي عيني، انت بيهمي هاي المادة فصل ثاني، هذه مو فصل اول اصلا، بس لان مهمة انا شرحت لكم اياها من البداية، انت وياي عيني انتبه. زين، لارينكس معناها حنجرة، هذا تعريف مهم، راح يقول لك شنو تعريف اللارينكس، انت تقول له هي ستراكتشر، تركيب تكون وين يكون بداخلها الفوكال فوتس. كذلك عندنا الفارينكس، هذا وينه؟ هذا وين تعريف الفارينكس اللي هو يعني البلعوم. كذلك عندنا السوفت باليت، الفيلم، السوفت باليت او الفيلم، هذا كلش مهم، هذا ايه هاي المنطقة اسمها السوفت باليت او الفيلم. كذلك عندنا هاي المنطقة اللي نسميها الهارت باليت، الهارت باليت هاي المنطقة مهمة، لازم تندلها الهارت باليت اللي تكون بين السوفت باليت والالفيولار ريدج. طبعا هنا ذكرت لكم انا بالمحاضرة السابقة، ذكرت لكم على شغلة مهمة جدا، وقلت لكم وقلت لك بالمحاضرة السابقة انه قلت لك بالمحاضرة السابقة انه هاي المنطقة، هذه المنطقة، ايه هذه المنطقة اللي تشوفها هنا، هذه اسمها الفوكال فوتس او الفوكال كورس. طبعا هاي المنطقة، عفوا هذه اسمها السوفت باليت. طبعا هاي المنطقه هي اللي راح تتحكم بالهواء، ان الهواء يخرج من حبال بيخرج من الانف، او ان الهواء يخرج من خلال الفم، يا اما يخرج من خلال الفم او يخرج من خلال الانف. يعني ملاحظه جدا مهمه، ملاحظه جدا مهمه، خليك منتبه عليها. يعني هذا الهواء راح يخرج طبعا من نايجي من الرئتين جاي، هاي المنطقه راح تخليه يا اما يخرج منها من خلال الانف او يخرج من خلال الفم. فإذا خرج الهواء من خلال الفم، يعني هاي المنطقة إذا ارتفعت لي فوق، إذا صارت هنا، خليكم ويا عيني، إذا صارت هاي المنطقة إيه هنا، غلقت هاي المنطقة ارتفعت، إذن الهواء راح يخرج منها، إذن الهواء راح يخرج منها. أما إذا هذه المنطقة نزلت لي جوا، هاي المنطقة نزلت لي جوا، زين عيني هيك صارت، فهذا الهواء راح يخرج منا وين للخارج، إذن الهواء راح يخرج من خلال الأنف، إذن الهواء راح يخرج من خلال الأنف
زين عيني، هذه اللي تحكم به هي منطقة السوفت بالت، منطقة السوفت بالت هي اللي راح تتحكم بهذا الصوت. طبعا ايه هذه المنطقة كلها نسميها الأورال كافيتي، المنطقة الفموية، وهاي المنطقة كلها نسميها نيزل كافيتي يعني المنطقة الأنفية. طبعا هذه راح تحتاجونهن بالتعاريف جدا هواية، زين عيني فخليك وياي. طبعا هذا اسمه الالفلر ريج، هاي المنطقة اللي تكون بقرب الأسنان، اي هاي المنطقة هنا تكون بقرب الأسنان جدا مهمة، لازم تندل مكانها وتندل تأشيرها لأن راح تجيك بالامتحان. اللبس الشفتين هذه مثل ما تشوفه لبس، كذلك عندك التيث الأسنان هذا وينها، هذا هو التنج اللسان. طبعا هذا التنج هذا اللسان يقسم إلى مناطق التب والبليد والفرونت والباك والروت، يقسم الى خمس مناطق، يقسم الى خمس مناطق، هذه كلش مهمات. هاي مناطق اللسان تجيك فراغات، تجيك صح وخطا، مناطق اللسان كلش مهمه، ركز لي عليهم. هاي مناطق اللسان، منطقه التب والبليد والفرونت والباك والروت، مناطق اللسان جدا جدا مهمه. طبعا هذا الرسم نفس الرسم بالضبط ماكو فرق، بس انا كثرت الرسومات حتى تفتهم. مثل ما تشوف طبعا هذا الروت، هذا الفارينكس، هذا الاورال كافيتي، هاي الاصفر اللي يشوفها بالاصفر هو هذا نسميه اورال كافيتي، هذا وين توني قلت لكم عليه. هاي المنطقه اسمها نيزل كافيتي، اي هاي المنطقه اسمها الالفلر ريج. يعني انا غيرت الرسم على مود تفتهم يعني تشوف الفرق. طبعا هنا مثل ما تشوف هاي المناطق مرقمه، المنطقه رقم واحد هاي اسمها التب، مثل ما تشوف هذا اللارينكس الحنجره، هذا الجلوتس الفتحة الصغيرة اللي تكون داخل الحبار الصوتية، هذه هي الفارينكس، هذه هي الأبر لبس، الشفاه العلوية والشفاه السفلية. هذا الرسم جدا 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 مهم، لازم تحفظ هذا الرسم. إذا ما تحفظ هذا الرسم صدقني ما راح تفتهم المادة، خلاص ما راح تفتهم المادة. بسم الله الرحمن الرحيم إخواني، خلنا ننتقل إلى جزء آخر ونقول بسم الله ونبدي نشرح. طبعا هسه احنا الفصل الاول مو مهم، هو طلاب ركزوا وياي، الفصل الاول مو مهم واغلب الجامعات ما ياخذونه، بس بي تعاريف مهمه تجيك بالامتحان. عندك تعريف الفونيتكس وتعريف الفونيم، هذين التعاريف لازم هسه ناخذهن، وانا راح اشرح لكم على المهمات، راح اشر لكم على المهمات واقول لك اقروهن، ومن نكمل ان شاء الله اعطيكم هاي الملزمه انشر لكم اياها. خليكم ويانا، وهسه هم حتى راح اترجم لكم اياها، خليكم وياي عيني، تابعني اول باول، ركز وياي ركز وياي. اول تعريف عندنا بالكتاب هو تعريف الفوناتيك، تعريف الفوناتيك. شنو المقصود بالفوناتيكس؟ The study of characteristics of speech sound. The study of the characteristics of speech sound هو دراسة الخصائص الصوتية للكلام. The study of characteristics of speech sound، دا أعيد لك بالنطق على مود تفهمه. The study of the characteristics of speech sound وهو يعني وهو دراسة الخصائص الصوتية للكلام. طبعا هنا اكو ملاحظه يقول لك it is a branch of linguistics وهو فرع من فروع علم اللغه، وهو فرع من فروع علم اللغه. خاف تجيك فراغ، هذه جرخط جواها، زين عيني. هذا تعريف مهم جدا، وهذا فراغ ايضا خاف يجيك. it is a branch of linguistics وهي فرع من فروع علم اللغه، زين. عندنا تعريف اخر وهو الفونيم، الفونيم. طبعا هذا شوف هذا هم علم الاصوات وترجمتها جواها. هنا عندك هذا هو الفونيم، تعريف الفونيم. The smallest unit وهو اصغر وحدة in the sounds of language في علم الصوت، وهو اصغر وحدة في الاصوات لأي لغة، لأي لغة، لأي لغة. The smallest ألو طلاب تسمعون عيني؟
تمام تمام يعني. فانيم اذا سمارست يونت ان ساوند عيني طلاب، هسه احنا دا نشرح بملزمه وهاي الملزمه راح ننزل لكم اياها. The smallest units in sounds of language هي اصغر وحده، هي اصغر وحده ب هي اصغر وحده بالصوت وعددهم 44 هي الاصوات. وملاحظه يقول they change the meaning of the words، هم يغيرون معنى الكلمه. اذا they can change the meaning of the word، شنو معناها؟ معناها يقدر ان يغيرون معنى الكلمه. زين، هذا هو المقصود بالفونيم. تعريف اخر عندنا مهم جدا وهو received pronunciation. Received pronunciation that kind of the pronunciation وهو نوع من انواع النطق which is used by many educated speakers والذي يستخدم من قبل المتحدثين المتعلمين particularly بشكل خاص في جنوب شرق انجلترا in south east england في جنوب شرقي انجلترا. تعريف جدا مهم. يسمون الـ received pronunciation او مرات يسمون الـ RP او الـ BBC. هذا تعريف يجيك بالامتحان، جدا مهم، تعريف جدا مهم وموجود بالكتاب بنهاية الكتاب بس ما مترجم. انا ترجمت لك اياه وخليت لك اياه بالملزمة بالبداية. لازم تقرأ علي. زين عيني، هذا تعريف كلش مهم، تعريف كلش مهم. قبل شوية أخذنا الفوكال فوردز أو الفوكال كوردز، الحبال الصوتية. هاي الحبال الصوتية احتمال تجيك تعريف. شنو تعريفها؟ فوكال كوردز هي two small bands of elastic tissue laying opposite each other crossing the air pass inside the larynx. طبعا الـ يعني الحبال الصوتية الفوكال كوردز يسمونها الحبال الصوتية هي شريطان صغيران من الأنسجة المرنة وتكون مقابل بعضهم البعض ويكونون داخل اللارينكس. ولا ننسى بداخل الفوكال كوردز قلت لكم هسه قبل شوية يوجد تركيب يسمونه جلوتس، تعريف يسمونه جلوتس، اكو تركيب يسمونه جلوتكس، تركيب جدا جدا مهم. اليوم انا راح اخذ لكم لحد الفوكال كوردز، باكر راح اسوي لكم امتحان ان شاء الله بهاي الماده واشوفكم الاسئله شلون تجي. اسوي لكم امتحان ان شاء الله بهاي الماده اسالكم بيها، راح اسالكم بهاي الماده باكر. اريدك تقرا زين ان شاء الله، ركز وياي. اشترك بقناه اليوتيوب على مود يجيك شعار بانه احنا نشرنا الفيديو. زين، طبعا هذا هو الكتاب، وذكرنا احنا اسم الكتاب Better English Pronunciation، النطق الافضل للغه الانجليزيه. طبعا هذا الكتاب يتدرس بالمرحله الاولى. هذا هو التشابتر الاول Problems in Pronunciation، معناها مشاكل بالنطق. طبعا هذا هو التشابتر الاول، ما حد يدرسه، مو كلش مهم. زين، فما لا تقرا يعني. التشابتر الثاني هذا شويه مهم اللي هو اعضاء النطق، هذا هو مهم. اليوم احنا اخذنا تعاريف بالملزمه، هم راح ننشر لكم اياهن، جدا مهمات، تابع ويانا. هسه خليك وياي. طبعا هنا لا تقرا شيء، ما عندك فد اشياء مهمه كلش، هنا لا تقرا، بس اريد من عندك شغله مهمه. اكو ملاحظه تقول هاي الملاحظه جدا مهمه. يقول لك هسه دقائق، نعم، بس اريد اوضح لكم هذا. طبعا هاي انترودكشن يعني مقدمه، هاي اشياء مو مهمه يعني لا تركز عليها ذاك التركيز، مو كلش مهمه، ما عندك في شيء مهم يعني، ما حد يدرسها، اغلب الاساتذه ما يدرسونها، فلا تقعد تقراها وتاخذ وقتك، فمو مهمه، هذه مو كلش مهمه. الشابتر الاول اغلبه مو مهم. عندنا بعد شيء هنا مهم، اشياء ملاحظه. طبعا هنا هاي اللي تشوفونها هذه الاصوات، اصوات يعني اصوات العله، الرموز الصوتيه. طبعا هاي الرموز الصوتيه هم مهمه، وراح ناخذ ان شاء الله ان شاء الله بالمحاضرات الجايه. هنا اكو ملاحظه مهمه، يقول لك
الحروف letters are written، الحروف تكتب. طبعا الحروف خاف يقول لك يعني الحروف شنو الفرق ما بين الحروف والأصوات، خاف يجيك سؤال يقول لك شنو الفرق ما بين sound and letters. letters الحروف هي تكتب written، بينما الأصوات are spoken تكلم، يعني الأصوات تتم عن طريق الكلام والأحرف تتم عن طريق الكتابة. إذن مع الحروف نكتب، مع الأصوات نتكلم. الحروف عددهم 26، الأصوات عددهم 44، فرقين جدا مهمات. من يقدر يعيد ليهن بالتعليقات؟ من يقدر يعيد ليهن بالتعليقات؟ يلا عيني، من يقدر يعيد ليهن شنو الفرق ما بين الحروف والأصوات؟ يلا عيني بالتعليقات، يلا خلينا نشوف من منتبه من ما منتبه. الحروف تكتب، جيد، نعم جيد مهدي، الحروف تكتب، أحسنت. إذن يعني الأصوات تتم عن طريق الكتابة. letters are written. excellent very good جيد، أحسنتم. إذن هاي ملاحظة مهمة. بعد إيش عندنا هنا؟ شيء مهم هنا بعد ما عندنا فد شيء مهم، بس هنا أكو ملاحظة مهمة. طبعا هذه الأصوات مثل ما تشوفون بيها طويلة وبيها قصيرة، يعني مثلا هسه هذا الصوت اسمه صوت الإي، إي أكو أصوات طويلة وأكو أصوات قصيرة. فالفرق شلون تعرف الفرق الأصوات الطويلة عن الأصوات القصيرة؟ the use of the colon، أي هذه العلامة يسمونها colon، هذه العلامة تستخدم مع long vowel longer، مع الأصوات الطويلة. It is used with the long vowel، تستخدم مع الأصوات الطويلة. طلاب أريد اسمها بالإنجليزي، colon، اكتبوا ليها بالتعليقات colon، C-O-L-O-N colon اكتب ليها بالتعليقات، واكتب لي المن تستخدم، اكتب لي العلامة، النقطتين هم اكتبهن، يا ريت والله النقطتين هم استخدمهن عيني، النقطتين اكتب لي colon واكتب لي نقطتين واكتب لي المن تستخدم بالعربي، قل لي تستخدم ويا من قلنا تستخدم مع أصوات العلة الطويلة. الكولن تستخدم مع أصوات، غلط مع أصوات العلة الطويلة. طلاب ركز وياي، مع أصوات العلة الطويلة مو كل أصوات، ركز وياي، أصوات العلة الطويلة. أحسنتم جيد جدا أحسنتم، ما شاء الله بارك الله بكم. زين هاي بالنسبة، طبعا أنا ما أحب أكثر عليكم، الدرس الجاي نكمل المادة وناخذ بقية التعاريف، والدرس الجاي راح أبدي أسأل لا على التعيين، يعني الدرس الجاي